شكرا لكل من كان له يد صغيرة أو كبيرة في هذه النتيجة وفي هذا اللقب. شكرا أستاذ علي، شكرا أستاذ سامي، الكوتشينغ فيزيك، هاجر، الكيني ديالي، الكوميتي أولمبيك، الوزارة، الجامعة الملكية على رأسها سي جواد بن الحاج اللي تحمل عناء السفر وجا هو والزوجة ديالو هو والعائلة ديالو باش يعاوننا ماديا ومعنويا في الهند بنيو ديلهي. شكرا لخديجة اللي ألفت بين قلوب الأفارقة والعرب والمغاربه. صراحه كنا تما كنا يد وحده وكنا كنشجعوا بعضياتنا كافارقه وكعرب، والحمد لله كلهم فرحوا العرب والمسلمين يعني والافارقه اللي شجعوني في الفينال، وكنا يد وحده واول عربيه مغربيه افريقيه كتوصل للفينال بطوله العالم. صراحه كان فخر لهم كاملين، لا عرب لا افارقه لا مغاربه. الحمد لله اللي فرحت الشعب المغربي وفرحت العائله الملاكمه ككل. شكرا للنادي فتح الرياضي، وصراحه ديما وداد وديما مغرب، يعني جميع الفرق المغربيه الوطنيه كتكون في المنتخب الوطني. شكرا لهم كاملين، شكرا للعائله ديالي، شكرا لولاد الحومه، انا بنت سيدي عثمان وتزاديت في كاريان سيدي عثمان وافتخر. شكرا للناس ديال الحي الحسني، شكرا للناس ديال كازا كامله، شكرا سيدي مؤمن، تشارك، البرنوسي، اهل الغلام، المغاربه كلهم في جميع بقاع العالم كنشكرهم لهذه الفرحه اللي فرحوني بالفرحه ديالهم انا فرحانه. شكرا للوالد ديالي والزوج ديالي، كازا كامله كازا كامله كازا كامله والمغرب كامل. شكرا لحسنه سليك اللي شاده ليا بنتي الكبيره. صراحه هذه الميداليه وهذه النتيجه دي راه ما جاتش بالسهل، راني ام وعندي 3 البنات و12 عام و6 سنين وعام و8 شهور، ماشي سهل باش نخليهم ونمشي. عاوني الزوج ديالي عليهم، كتعاوني العائله ديالي، وشكرا يعني على كل شيء. ولاد خواتاتي اللي كيدعموني، المغاربه، الجيران، صراحه ما نعاودش ليك الفرحه الكبيره هي انني حققت الحلم ديال الام ديالي وهو البرقيه ونكون بنت سيدنا وبنت الشعب. هذا هو الفرحه اللي كانت باغا الام ديالي وهذا هو الحلم اللي كانت كتحلم به دائما. صراحه وصلت لها والله يرحمها في هذا النهار اللي توفات في المدرجات في كاس محمد السادس وهي كتشجعني. صراحه واحد يعني بهذه الفرحه ما بغيت نحزن وانما بغيت نفرح حيت وصلت لهذه الفرحه هذه. شكرا لجميع المغاربه اللي كيساندوا خديجه المرضي، شكرا لكم كصحفيين اللي ديما كتدعموني وكتشجعوني، شكرا اللي عاد وصلت لهذه النتيجه هذه بالدعم ديالكم والدعم ديال المغاربه والعائله ديالي. وصراحه تقاتلت وضحيت، ما كنتش كنتخيل بانني غنولي بطله العالم. الحمد لله وصلت لهذه النتيجه، بحمد الله بحمد الوالدين.